واكيد طبعا يعني عندنا كثير من الاسئله، لان اكيد اي حاجه حضرتك هتقوليها يعني ناس كثير هتكون بتفكر ازاي ممكن تبتدي وازاي برضو ممكن تكون بتوصل. ويمكن يعني اول حاجه ممكن نسالها عن حضرتك يعني، او يعني ناخد منها معلومات عن حضرتك، هو امتى فكرنا اصلا في فكره ملتقى التوظيف، يعني ملتقى التوظيف لقدروم باختلاف، الفكره جت ازاي او جت امتى؟ مساء الخير. احنا طبعا قدرون باختلاف دول جزء من المجتمع. احنا الحقيقة كوزارة قوة عاملة بدورنا كوزارة في ملفات تتعلق بقدرون باختلاف متعددة، لكن ملتقى اول ملتقى توظيف لقدرون باختلاف ده كانت الفكرة نبع من مؤسسة حلم اللي بتقوم على رعايتها او ادارتها استاذة امنة الساعي واستاذ رامز ماهر. قاموا بالتنسيق طبعا مع وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي لاطلاق اول ملتقى توظيف لقدرون باختلاف. الفكرة جت من ان احنا الوزارة بتندد وبتقوم بعقد ملتقيات كثيرة لقدرون باختلاف وللاشخاص برضو الاسوياء مع بعض، ولكن حبينا نعمل حاجة منفردة لقدرون باختلاف بحيث انه يتم اعطاء فرصة اكبر ليهم للحصول على فرص عمل مختلفة وتنوع بمختلف طاقاتهم ومختلف مؤهلاتهم، وتبقى بحضور عدد كبير من الشركات. من هنا جت الفكرة طبعا بالتنسيق مع مؤسسة حلم، وابتدينا نشتغل على ان احنا نتعاقد ونتعاون مع عدد كبير من الشركات، وده طبعا اللي لمسناه في اطلاق الملتقى يوم السبت الماضي. الحقيقة طبعا كانت حاجة مشرفة جدا لحضور عدد كبير جدا من الشركات، تجاوز 30 شركة من البنوك والشركات المختلفة. وأيضا برضو كان الأجمل في الملتقى حضور عدد كبير جدا من قدرون باختلاف من القاهرة الكبرى، من محافظاتها القاهرة والجيزة والقليوبية، وحضور عدد كبير برضو من أولياء الأمور لتحسس المصداقية، خاصة وأنه بعض الآراء كانت بتندد بأنه ده تمييز في ظل عدم التمييز وعدم المساواة. لكن الحقيقة إحنا كقدرون باختلاف مش كجهة مسؤولة أو راعية للملتقى، كقدرون بقى باختلاف لمسنا إحنا شخصيا أنه هو تمييز إيجابي، لأنه دانا إحنا كقدرون باختلاف مساحة أكبر للتعامل بشكل مباشر جدا مع ممثلي الشركات الاتش ار والتعرف على فرص العمل والاختيار بين فرصة وأكتر والحصول على فرص تدريب كمان من خلال تنسيق ما بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة حلم. دكتور، يعني احنا شايفين النتيجة حلوة جدا، ولكن اكيد كان في تحضير مختلف لان هو مش ملتقى توظيفي عادي، هو لقادرون باختلاف والاول كمان من نوعه، فان فكرة المبادرة والخطوة الاولى دايما بتكون بتحتاج مجهود كبير علشان تخرج. فكلمينا اكتر على التحضير، وكنتوا حاطين بقى عين الاعتبار مين من قادرون باختلاف اللي يعني بيستهدفهم الملتقى؟ الحقيقة التنسيقات الاولية كانت بتديرها مؤسسة حلم طبعا بالتنسيق معانا من خلال الشركات، وهم ايضا كمان كانوا متعاقدين وموفرين عدد من الشركات. الفكره كانت ان احنا بنوصل لنبض الشارع من قدرون باختلاف ونوصل لقاعده بيانات كبيره منهم. طبعا تم التنسيق مع المديريات القوى العامله بالقاهره الكبرى للحصول على قاعده البيانات والاتصال بقدرون باختلاف. يعني تواصلتوا معهم بشكل مباشر؟ عدد من قدرون باختلاف كثير مسجل بمكاتب العمل ومديريات القوى العامله تواصلنا معاهم، وبرده الاعلان من خلال مؤسسه حلم، لان الحقيقه هي اهتمت قوي بالإعلان عن الملتقى، والتنسيق طبعا مع وزارة التضامن الاجتماعي ده عزز حضور عدد كبير قوي من قدرون باختلاف من مختلف الإعاقات. الحقيقة طبعا كمان ما كانش في الوقوف على إعاقة محددة بعينها، ولكن كانت الفرصة متاحة لكافة الإعاقات وكافة المؤهلات من كل قدرون باختلاف، وكمان من الفتيات ومن الشباب، وده اللي احنا لمسناه في حضورهم يوم السبت اللي فات. تمام. يعني دكتور، لو رجعنا مثلا للملتقى، يعني وطالما انا رايح ملتقى فاكيد ببحث عن وظيفه معينه، طب ايه نوع الوظائف اللي كانت مثلا موجوده في الملتقى ده، او يعني الشباب كان بيقبلوا على اي نوع من انواع الوظائف بالذات؟ الملتقى كان يوم حافل بحضور شركات كتير قوي، عدد 30 شركه وبنك. كان كمان في الوظائف عدد كبير قوي من الوظائف مختلفه، منها اتش ار، منها اداريين، فنيين، محاسبين، داتا انتري،
في كمان من الحاجات الجميله برضو اللي لازم نشير ليها من خلال البرنامج، ان بعض الشركات كانت عامله تريننج للوظائف الموجوده داخل الشركه، بحيث انه الشاب او الفتاه من قدرهم باختلاف اللي بيرغب بالعمل في هذه الشركه يحصل على تدريب مجاني تماما للتدريب على الوظيفه اللي هيلتحق بيها. وده طبعا سابقه جديده لقدرهم باختلاف انه هو يبقى عايز يشتغل في مجال جديد وما عندوش الخبرة الكافية، فالشركة بتوفر له تدريب مجاني برعاية وزارة القوى العاملة ومؤسسة حلم لدمجه في الوظيفة اللي اختارها. المرتبات كمان كانت الحقيقة برضو كانت حاجة مشرفة جدا، كانت بتبدأ من 1200 وبتصل ل4000 حسب نوع الوظيفة وحسب اختيار الشخص من قدرهم باختلاف للوظيفة دي من غيرها يعني.